ضيف برنامج نجوم كافيه ليوم الخميس 7 تموز ضابط الإيقاع والموسيقى اللبناني باسم يزبك. يلا يا باسم اطبل لي شوية. باسم يزبك يلي رح يتحدث عن نجاحاته بالعزف والموسيقى وعن الفن ككل بين الماضي واليوم. فيكن تسمعوا وتتابعوا برنامج النجوم كافيه من إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز ومن صفحة راديو ستارز الخاصة على الفيسبوك. برنامج نجوم كافيه من إعداد وتقديم الإعلامية اللبنانية ستيسي أفيديكيان أرابيان. سبعة تموز 2022 نهار الخميس والمكان استوديوهات إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بلوس أنجلوس كاليفورنيا. صباح الخير ومساء الخير ويسعد أوقاتكم جميعا. كيف حالكم؟ كيف كانوا يحكينا حوي كل الوقت قبل؟ حلقة جديدة من برنامج نجوم كافيه لليوم مع ضيف مميز ومستمعين ومشاهدين مميزين دايما. تابعونا عبر radiostars.com أكيد تختاروا listen live now لتسمعونا. وبتابعونا عبر صفحة راديو ستارز على الفيسبوك. والكل ناطر مقابلة ضابط الإيقاع والموسيقى باسم يزبك اللي راح يكون ضيفي بعد حوالي 5 دقايق. فيكن تسمعوا وتشوفوا بذات الوقت، يعني اسمعونا من radiostars.com وشوفونا على صفحة فيسبوك راديو ستارز. تحية لكل المشاهدين والمستمعين يلي عم بيتابعونا. أنا ستيسي أفيديكيان أرابيان وجميل مدور مخرج ومهندس الصوت رح نكون معكم من هلا لغاية نهاية البرنامج، أي ساعة واحدة. ساعة واحدة مدة البرنامج ولكن بينتهي 12 ظهر بتوقيتنا. أكيد عنا مواضيع عديدة نحكي مع أستاذ باسم يزبك عن الدربكة، عن الموسيقى، عن المعزوفات يلي لحنا، نحكي عن الفن الجميل ما بين الأمس واليوم. ولكن لنبدأ برنامجنا أكيد نسمع أغنية اشتهرت جدا ولازالت تنطلب منا من إذاعتنا، خلينا نسمع سوا شو هي. حبيبي عيني باسم طبلنا شوية. حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني. آه يا ست مايا يزبك نهاري وليلي. يا حبيبي عيني يا عيني يا ليلي يا مسهر عيني بنهاري وليلي. والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا. اشتقنا لعيونك والله اشتقنا وحياة عيونك يا مفارقنا. اشتقنا لعيونك. آه يا باسم آه الله. يا
الله 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 هيدا هيدا مع حق شو هيدا شو هيدا يا عيوني يا عيوني شو حميد حلو صحيح هي أغنية جميلة ولكن العزف أحلى بكتير وكتير معروفة هي عيلة فنية عيلة يزبك ضيف فقرة نجوم وحكايات ببرنامجي لليوم ضابط إيقاع بارع وموسيقي مبدع هو ابن الملحن الراحل جورج يزبك وابن مدرسة فنية مميزة ضيف عازف الطبل الأشهر بلبنان والوطن العربي وصاحب عدد كبير من المطبوعات الفنية الراقصة وقت بيبدأ بالعزف على الطبلة بيبهرنا بعزفه من خلال أنامله يلي كلها إبداع تعامل مع العديد من الراقصات والفنانات الاستعراضية وقدم معزوفات خاصة من ألحانه مثل يا يا باسم حلاوة أمونة في السعيد بدويست وغيرها كتار برحب بضابط الإيقاع والموسيقي اللبناني الأستاذ باسم يزبك عبر إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بلوس أنجلوس كاليفورنيا مساء الخير وصباح الخير بذات الوقت أهلا وسهلا فيك أهلا فيك وبحب حييك وحيي المستمعين عم يسمعونا كان على بكرة الصبح ولا بالليل وأنا كتير مبسوط سعيد إنه أنا موجود معكم هلأ هي على السماء على الهواء ومنحكي بأشياء كتير فنية وبس هيك عندك هلأ أهلا وسهلا بعد مرة وشكرا للموافقة شكرا لأنه قبلت تكون ضيف برنامجي لليوم كتار ناطرين وطرحوا كتير أسئلة تحت الهواء بعتولنا أسئلة ولكن رح اكتفي فقط الأسئلة يلي لازم تنطرح على الهواء حضرتك أستاذ باسم بمجال الفن من سنوات طويلة اليوم إذا بسألك ما بين الفن الماضي واليوم بتقول الله يرحمك يا فن الزمن الجميل يعني بين الأمس واليوم يعني أصديك صح. أنا بقول يعني ليت الأمس يعود يوما بقوله أنه أكيد اللي مرق أحلى كتير من اللي نحن فيه واللي حيجي أكيد بالفن واضح يعني هذا الشيء واضح نعم يعني الفترة اللي قبل يعني شو بدنا نسمي نوعية الأغاني المطربين العمالقة اللي رحلوا كلهم واللي منهم موجودين بعدهم أكيد 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 أنه مش معقولة اللي هلأ مثل قبل لا أكيد قبل أحسن اختلف الفن من ناحية الفن كموسيقى أو اختلف كغنى لأنه للأسف يعني صار بوسط الفن عم نشوف أجساد عم بتغني مش فقط أصوات هل اختلف من ناحية الغنى أو في غير سبب؟ لا اختلف الغنى والموسيقى اثنيناتهم اختلحوا بعضهم يعني صرنا نحن هلا بعصر انه تشوفي الجمال كان الشخص الشاب ولا البنت انه اذا كان حلوين والموسيقى بتلحقهم لانه صار انه بطل فيه انه قليل لتسمعي هالصوت الحلوة مع الجمال قليل يعني اذا في جمال الصوت بيكون يعني شو بده يصير بيعمل موسيقى لها والموسيقى بتغطي الاشياء الثانيه نقص فيها يعني بتكمل بعضها بين الجمال والموسيقى اللي بقى اللي اوقات بتزعج الدينه الاوقات ما بتكون فنيه مزبوط يعني التطور كتير غير كمان بالموسيقى حلو التطور بس راح لمحلات شوي مش حلوه للاسف صرنا بزمن التكنولوجيا وكل شيء تغير مش فقط الفن حلو التكنولوجيا بس اشياء في اشياء التكنولوجيا بتضر يعني في اشياء بتضر في اشياء بتفيد للتكنولوجيا بس انه مش كل شيء انه منيحه التكنولوجيا نعم انا بدات برنامجي باغنيه حبيبي عيني وعندي معلومه صحح لي اذا غلط بتقول وقت عرض عليكم الوالد جورج يزبك الله يرحمه اغنيه حبيبي عيني يلي هي من كلماته والحانه ست مايا وحضرتك طلعتوا ببعض واستغربتوا من كلام الاغنيه وضحكتوا تتذكر شو قالكم الوالد
مضبوطة مضبوطة الخبرية أكيد ما ننساها لا أنا ولا مايا. هلا مايا هي أكبر مني بشي سنتين يعني كانت شوي جريئة أكثر مني كنت أنا أصغر. نعم. تعرفي بي كان عنده وهر علينا يعني وكنا جايين من باريس كنا بباريس هناك كنا عم بشتغل كان وضع بلبنان تعيس يعني ليك من أمتين كان تعيس وبعده هلا هلا أضرب يا ريت قبل بعد أحسن. المهم قاعدين إجا بي قال لك جيب ورقة وقلم اكتبوا مثلا نكتب مثلا حبيبي يا عيني يا مسهر عيني من نهاري وليلي يعني نكتب هو أنا يكتبه صار يطلع يقلب يعني أنا طلعت أنا ومايا ووصل لمحل قال يلا 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 يا باسم طبل لي شوية هون أنا طلعت بمايا قلت له شو أنت أختي كيف يعني أنه عبتعملي دعاية مدري شو قامت مايا قلت له يا بابي مش حلوة هيدا ولما قالها معنا كذا أب قالنا كلمة يعني توت اسكتوا وكتبوا كملوا كلام كلمة شو فهمكم وفعلا فعلا طلع معه حق يعني بالتوت ومعه حق انه شو صار لك وان صار حبيبي عيني ولك احنا وين كنا عم نعارض قال احنا عاساس احنا فهمانين بعدها طلعين يعني فأسين من البيضة هو تعرف تاريخ هو بقى هيدي ما بننساها اللحظات هيدي انه واحد هو شاب هو صغير بصيري يحكي يجاوب بيو اوقات بس بعد فترة بعد زمن بصير يفكر اللي بيو لا طلع معه حق مش بالفن بكل شيء يعني دائما البي والام بيحكوا اشياء الاولاد بينبسطوا فيها بينقضوهم بعدين بيقولوا مظبوط كان معه الحق يعني مظبوطه الخبريه هيدي ايه نعم. وليك شو عملت الغنيه صح قالكم سكروا تمكن انتم شو بفهم ايه هالمعنى يعني شو فهمكم اكتبوا وعيط يعني نحن هيك خفنا ما كنا نخاف منه احنا نعم. كان عنده وهر علينا يعني قويه طبعا دايما الاهل هيك قلت فكرت الناس بدهم يقولوا شو عم تعمل دعايه وعم تذكر خي الفنانه مايا يزبك عطيت شخصيه وقيمه للاغنيه باداء الخاص ولكن برايك عم بطلب رايك طبعا عباره او جمله يلا يا باسم طبل لي شويه زادت من شهره الاغنيه لقلك شغله مش هو ثابت انه باسم يعني الاسم مثل جاي موسيقى يلا يا باسم يعني كأنه على الأب يعني أحكي كيف بقى أنه مش قصة زادت يعني يمكن لأنه هي اللعبة الطبلة مش بس الاسم يعني لأنه هي انجمعت بين صوت مايا بين لحن بي وبين طبلة عطاها دور للطبلة غير يلا باسم جاء آخر شيء عطاها سولو طبلة يعني بفتكر ان تلتتهم كملوا بعض ونجحت الغنية مش انه انا طبلة نجحتها لا بس هي الكلمة اللي قالها يلا يا باسم ولعب الطبلة فيها بفتكر اثر كتير يعني على الغنية بالنجاح يعني نعم. بس طبعا الفضل لإله لمايا انا التالت يعني بس تلتتنا عملت ميكس هيك طلعت حلوة تريو يزبكي ايه تريو كنا تريو احنا صغار مزبوط نحنا كنا صغار كان بي وقتها هيك بلش فينا انه تريو اذا اليوم ترجع بتسمع كيف عازف بهالأغنية بتعدل بعض الأمور من بعد خبرة سنوات من العزف وهيدا شيء معروف كل إنسان مع مرور الوقت بيتعلم من خبرته هل بتغير أي شيء طريقة العزف أو أي شيء حضرتك كنت مقدمه بهالأغنية ولا ما اقتنع كليا من البداية لليوم لقلي شغلي ما في حدا بيعمل شيء وضل مقتنع فيه بحب يعني أفضل بس أنا بوقتها كان عمري يمكن 12 سنة 13 سنة مش أكتر كنت صغير كتير وسجلت مع موسيقيين أعظم موسيقيين بابا في منهم توفوا في منهم بعضهم كانوا كلهم أساتذة بستوديو نبيل ممتاز الله يرحمه بوليساوند ستوديو بالمزرعة مشهور كتير وكان وقتها التسجيل كان لايف يعني من الفرقة 20 واحد نعمل بروفيت عليه ومنسجل مرة واحدة إذا واحد غلط منعيد كلنا مثل هلأ تراك باي تراك صح. فيك تيجي تحط صوتك فيك تحط الفيولون فيك تحط الإيقاع ساعة البديك وآخر شيء بيعملوا ميكس تخلص كان قبل صعب كتير أنا وتكنت قاعد مع مجموعة من موسيقيين كبار كنت أنا عم بارق وعم بحمر وخيفين مرعوب إنه أنا عم بسجل وبسجل يعني بتعرف تسجيل تيك ناخد تيك بس هذا الشيء أعطاني بوش لقدام إنه خلص بدي يعني مثل أنا بالحرب بدي ما في غير دافع عن نفسي وأطلع صح. وفعلا عملت ارتجلت أشياء هو صوت الطبلة أطول من هيك بعد بس عيني فيد أوت عليه وإن وقتها بالميكس بس أنا عملت في منهم إنه مش كتير مركز كانت مش كتير إنه
درسهم انه اعمل هيك يعني فيه ارتجال، يمكن هيدا الشيء اللي نجحه. وكنت انا 12 13 سنه عم دق طبله، طبعا مش مثل انه بصير عمري 20 بصير 25 30 بالعزف، طبعا بتتطور انت براتيك اكثر بصير انه تكنيك اكثر طبعا وخبره، بس انه انا بالنسبه لعمري واللي اعطيته بهالغنيه بقول انه كتير منيح يعني ما بغير شيء. وهلا انا اذا برجع عيدها ورجعت حتى للغنيه حافظت على الرونق تبعها الاصلي، حتى باعاده تجيلها اسرع شوي مودرن شوي، بس يعني بتسمعيها بتحسيها بعدها هي ذاتها. حتى تركت مساحات الطبل اللي لعبهم انا من وقت كان عمري 12 رجعت لعبتهم بهالعمر انا هلا وقت عملت تسجيل عن جديد. نعم. نفس المقاطع في منهم عدتهم نزيرتهم مشان الناس بس تسمع تعرف انه مزبوط هيدا اللي دق هيديك السنة هيديك يعني سنين من زمان وهلا عم يدق نفس الشيء. زدت عليهم اشياء جديدة بس خليت على الاصلي. بعتبر انه نعم. بعتبر انه كتير منيح اللي عملته لانه بشهادة كتير راسين ايقاع بالعالم انه قالوا لي شهادة انه كتير حلو اللي دقيته، يعني مثل عملت مدرسة بهالغنية مع انه انا كنت صغير كان انا بدي مدرسة. هيدا شيء بيعني انه قد ايه في عندك ابداع بالعطاء الموسيقي، لذلك ما بنطلع بالعمر بل بنطلع قد ايه في ابداع بالعزف. ست مايا وقت كانت ضيفتي من حوالي 3 أسابيع قالت انه حضرتك رجعت جددت وصار في بتوزيع جديد، ولكن وين صارت؟ ليه ما عم نسمعها بالاذاعات؟ هي لانه انا عملتها بطريقه انه قادر العبها لايف on stage. أنا أطلع مثلا كن عم بعمل بلشت أعمل أعراس وكذا لحالي شو لحالي، عشان هيك أنا إذا هلأ نزلها كله ناطرين نزلها مشان بيستغلوها بأنه بيشيروا يلعبوها دي جيد تصير موجود تصير ما إلا معنى، بضلني حافظ عليها شوي لقدر أنا استغلها إلي قبل بعدين وقتها بدي بيجي وقت ساعتها بنزلها مثلا بنزلها ويخطوها كلهم يسمعوها ويعملوا فيها يعني يلعبوها دي جيد وكلهم، بس انا عشان هيك محافظ عليها لانه بدي شيء برايفت الي يعني هلا لا حتى استفيد منها انه قدر قد ما فيي اشتغل عليها لايف على المسرح. كل يلي كان عم بيسالنا ليه ما بنسمع التوزيع الجديد، تفضلوا حصلتوا على الجواب. حابب استاذ باسم يزبك يحتفظ بالوقت الحالي لإله تكون خاصه، ثم مع الوقت طبعا بنسمعه حتى فينا اكيد اكيد حيجي وقت حيسمعوا كله خلاص يصير موجود وين ما كان يسمعوا. لا قبل ما انتقل لغير موضوع هيدي الأغنية تحديدا حبيبي يعني اللي رسخت بأذهان الناس، صحيح هي من تراث المصري؟ لا لي شغلة، هي كانت وتكنا بباريس عشنا فترة هونيك، كان بيشتغل هونيك بالنايت كلاب اللبناني اسمه يلدزلار يعني شي محلات مرتبة هيك كانوا يلعبوها المصاروي، كانت هي بيقولوا مثلا كراسي يا معلمة على عيني يا معلم ويلا يا مزيكا يعني في كان هذا الشيء، بس هيدي كان فولكلور مصري كان كل مطرب بالليل بده يغنيها مين ما كان يكون، حتى مايا وقتها كانت تغني هونيك كانت تقول يا بلد يا واد وكذا من هدول كراسي يا معلمة. هلا بي اجا هونيك نهار قال انا بدي لبنن هالغنية لبننا هيك قال، وقت نزلنا على بيروت عملها وسجلناها وبعد سنة سنتين أخذت سكسي كتير وبلشت تنشهر وين ما كان. لا تعرفي أنه هي فولكلور، هي ما لها ملحن. من بعد ما نشرت الغنية هذه يمكن ما خبرتك إياها ماي أنا بعرفها، طلع كذا ملحن من مصر كتبوا أنه جورج يزبك سرق لنا غنيتي أنا كملحن، في أسامي عندي أسامي بس ما بدي أقولهم يعني مش ضروري، منهم حسن أبو السعود الله يرحمه، منهم كذا حدا عرفتي كيف، قالوا انه جورج يزبك سرق الاغنيه بتاعتي انه هيدي الي. شو بدك بي جاوبهم بكل دبلوماسيه بي كثير يعني هو عنده هالطريقه الحنكه بالجواب والسلس، يعني من بعد ما طلع 4-5 ملحنين قالوا انه الغنيه لهم بين انه الغنيه مش لهم، لانه اذا يطلع 4-5 ملحنين انه هاي الغنيه الي معناتها في شيء غلط صح ولا لا؟ صح. شو بدك يقول لهم؟ قال لهم لازم تشكروني شهرت لكم غنيتكم. هذا الجواب كان وقتها بمجله الشبكه الله يرحم جورج بيي الخوري كان أصدقائه وبيي نزل موضوع عن هالموضوع وكتب إنه لازم تشكروني إذا أنا سرق لكم غنية إنه نجحت لكم إياها، هذا جوابه كان، والغنية كسرت الدنيا صارت تنزل فول المصرية وهي مش فولكلور مصري بيي عملها لبناني حبيبي يعني مسهل عيني لبناني صحيح. يلا يا باسم طبل لي شوية
انه لبناني وكسر الدنيا بمصر، مع انه مصر ام الدنيا يعني، الموسيقى مصرية بلاقي على لايها كمان، بس انه تصوري بي فات على مصر باللبناني ونجح الغنية الحمد لله. يعني هي دليل مش بس بمصر، بكل بلاد عربية الغنية بيعرفوها وحافظينها. بس عم بحكي بمصر بالذات انه هي نشأت من هونيك على اساس اذا فولكلور مصري، عرفتي كيف، على اساس بس انه بقلب مصر انه بي ضرب فيها. يعني هل برأيك لأنها كتير كانت ناجحة أصبحت محاربة مصرية لبنانية وقتها؟ عم بحكي كفن طبعاً فقط. لا ما صار محاربة، بالعكس هن اللي صاروا يحطوها بكل الأفلام، ما حاربوها، صاروا يغنوها هن، صاروا يغنوها هن على طريقة مايا، يعني كيف مايا مغنيتها، عرفتي كيف؟ ما صار محاربة، بس طلع كم واحد إنه هيدي لحنة وما لحنة، طلع تفنيسة وطلع أربع خمس ملحنين يقول هيدي لحنة، معناتها مش لحن حدا. واضح جدا. بست مايا قالت لك بالغنية يلا يا باسم طبلي شوية، اليوم انت بتقلها يلا يا مايا رجعي على الساحة؟ انا برأيي مايا ما كان لازم تترك الساحة، كان عندها ظروف عائلية بدها تربي عائلة اولاد. طبعا ايه، كان الله يرحمه بيي قبل ما يموت الا اوعى توقفي المغنى، اوعى توقفي الغناء، اكتر واحد كان يفشل قدام على المغنى كان بيي الله يرحمه، وهي بتعرف هالشي. نعم. هلا انه مايا ترجع في صعوبة، عرفتي كيف؟ من أي أنا ناحية؟ لا أقول لا. من أي ناحية؟ من كل النواحي، كل النواحي صارت ساحة الفنية غنائية مليانة؟ إيه ساحة الفنية إيه، يعني لو ضلت تستمر مستمرة كانت أزبط، بس هلأ ترجع تقلع وبدك إنتاج وبدك ظروف وبدك خلاص اللي مرق مرق، ما بفتكر إنه ممكن ترجع تعمل غنية غنيتين هيك شغلة حركة، بس انه ترجع على الساحة صعبة للأسف. انا بالنسبة لي برأيي هيدا، هلا في ناس بيشجعوا، بس بيشجعوا بيروحوا شو بعدين، يعني شو بيعمل التشجيع، يلا نزلي ايه وعملي، ما بدها ظروف وبدها انتاج وبدها كتير اشياء. صح، عم بتفكر كمان بمصلحتها، مش فقط تطلع على المسرح وتغني اغنية وترجع تغيب. ايه انه تغيب، ما هذه هي بلا استمرارية، كان لازم تكون بعدها كانت غير موضوع. صح. إذا بدي أحكي عن بعض المعزوفات يلي هي من ألحانك، رح أذكر بعض منها مثل ما ذكرت بالبداية، يعني إن كانت معزوفات لفنانات وراقصات أو كمان ملحن لهيفا وهبي مع حفظ الألقاب لرولا سعد وكتار غيرهم. أغنية حلاوة تحديدا مش فقط هي من ألحانك بل من كلماتك وتوزيعك ألحانك سجلي بصوتك، هل أغنية هي لون صعيدي؟ صح. هلا انت هلا اللي قلتي مش كلهم بيعرفوه انه ألحاني توزيعي وكلماتي وصوتي، هيدي معلومة للناس، لانه في ناس كتير ما بيعرفوا هالشي صراحة. وانت اللي قلتي هلا 100% مزبوط، هي هالغنية هيك، هي صعيدي، انا كتبتها ولحنتها وكل شيء وغنيتها بصوتي اداء، يعني هي منها هالمغنى الطربية، هي غنية إيقاعية صعيدية، يعني هيك بتعملي جو رقص وهيك. صحيح. في عندي كتير تحيات ولازم أقرأ في جمل أو إذا في أسئلة بحيوك كلهم. رح بلش بليزا بتقول هلو راديو ستارز ويعطيكم العافية، تحياتنا لحضرتك أستاذ باسم. كمان في تحية من أستاذ خالد إبراهيم، يسعد هالمساء الحلو، تحياتي للأستاذ باسم يزبك من زمن الجميل عم بيتابعنا من ألمانيا. أرام من سويسرا، بيير أرابيون زوجي بيقول ويلكم تو راديو ستارز كينج اوف طبلي مستر باسم يزبك. ثانك يو اشكرهم كلهم جميعا. خالد بيقول كان زمان فن محترم بس فن اليوم لازم يكون عليه رقابة للأسف. وما في رقابة مين. فاسكين كريكوريان سمالله كترو الأرمان بيقول باسم يزبك you are number one دربوكا player. Thank you. على فكرة لأنه أرمان كتير، أنا بيي جورج يزبك كانوا عيطوله جورج يزبكيان، لأنه بيي كتير كان يضلوا هون مع أصحابه كله أرمان. أصحابه كتير أرمان. ايه جورج يزبكيان عيطوله، بس معلومة هيدي. ايه ما عم مزح والله العظيم، انا مذكر اصحابه
كلهم أرمن غير عائلته ليان لأنه كان عنده صداقات صح مع الأرمن. إيه صداقات كثيرة أرمن هن الأرمن عايتوا له يزبكيان بس عايتوا له يزبكيان. ليك تفيت فقط أستاذ باسم تلحن بعد الأغنيات للفنانات وعملت بعد المعزوفات ما كملت يعني ما شفنا بكثافة ألحان ومعزوفات وأغاني للفنانات معروفات شو كان السبب هلا عن انشغالاتك بالسفر يلي بعد شوي أكيد رح نحكي عنهم بالتفاصيل أو في سبب آخر؟ لا ما في سبب آخر. أنا السبب الآخر إنه أنا من النوع ما بحمل شنطة الأغاني وبركض ورا المطرب ولا المطربة ما بعملها بحياتي ما عملتها. يمكن هذا الشيء اللي مقلل من أعمالي لأنه اللي بيطلب مني بعمل اللي ما بيطلب ما بدق باب. هيدي هي. وفي في ملحنين كبار حكيوا عني قالوا باسم يزبك إذا يدفش حاله يعمل إنه بيعرفوني إنه لازم أطحش. بس أنا ما عندي هالشي ما مني خجول بهالشغلات. ما فيني أنا دق عليك والله ليك تعال اسمع الغنية وخديها ومش ما عندي هالطريقة ما بعرف عرفتي كيف. عشان هيك من بس اللي بيطلب مني بعمل بس هيك عشان هيك غير الخجل مش يعني. مزبوط يعني تروح تقول لا أنا عندي معزوفة تفضلوا لعندي أو عندي لحن تفضلوا غنوا ما بيصير مفروض هن بيعرفوا براعتك. بالزمانات عين بي كنت صغير والله العظيم بي كان معروف ملحن مشهور صح. كانوا كلهم يجوا لعنده كانوا كلهم لا يروح دق باب حدا ولا شيء كانوا كلهم يجوا دق الباب هن بالدور. أنا كنت شوفهم كنت صغير من أدخل المطربين. ايه اتغيرت الأمور هذا بدك تروح تحكي المطرب وتقنعي وهيك ما حبه وهيدي وشلي وصير وكلهم انه هيك ما حلوه وهيك يعني فيها قصص عشان هيك انا ما بفوت فيها ما كتير. نحترم قرارك وهيدا قرار صح وصائب جدا. استاذ باسم بين كل المعزوفات يلي قدمتها مثل ما قلت أمونا في السعيد وحلاوة وبدويست وغيرهم ايها بتبقى الأحب وأقرب لقلبك أو تكون أول لحن أو تكون أول معزوفة لألك ايها بتبقى الأحن أو أقرب لقلبك؟ هلا هو اول سي دي عملته انا عملت حلاوه هيدي ونفس سعيد هي حلاوه هيدي اول 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 يعني اول غنيه عملتها واخذت سكسي كثير بعد لهلا. بالنسبه لي هيدي احب وحده لانه وقت عملتها كنت هيك مندفع كثير بدي اعمل سي دي انا كنت بدي اعمل ايتاكت اول طلعتي وطلعت معي وطريقه عزفي فيها كان هيك جنوني شوي وتحية لجو بارولجيان استوديو جو صاحبي كثير جو سجلته عنده وقتها كان بعد استوديو تبعه ببرج حمود هلا صار بعوكر صح. ما بنسى هذيك الايام جو عز الاصدقاء انا وياه كثير انا وياه اصحاب وهو اللي خلى صوتي يضل فيها على فكره لانه انا بس عملتها قلت له لجو بدي احط تراك صوتي قال لي مشان شو؟ قلت له مشان نجيب حدا يحفظها مثلي يغنيها شي مطرب أو شي كورال صوته منيح. قال لي أوكي فت حطيت صوتي تراك واحد أخذتها هيك بهاي الطريقة بدي الإداء تبعي يعني الكاركتير تبعي الصعيدي عرفتي كيف؟ لأنه أنا كتبها بدي هيك الأكسون تبعي تكون حطيت صوتي وطلعت إجا جو قال لي أوكي يا باسم أنت بدك تجيب واحد يغني مثل هيك مش هيك؟ قلت له إيه؟ قال لي شو بدك تجيب واحد؟ قال لي ما خليها بصوتك وهيك ضلت بالصدفة أنا ما كنت على أساس حطها بصوتي بقى له الفضل هو ضلت بصوتي هيك وكان معه حق من دون ما يعرف تحياتنا لأستاذ جو بارودجيان. أنعو أنتوا شو بتعملوا الأرمان شفتوا الأرمان في منيح أنعو يكون ضيفي ما عم بيقتنع ما بده مين خجول مين جو بارودجيان نعم بكرة بشوفه بقول له خلينا نسمع معزوفة ثم منكمل حديثنا سوا. أوكي Rumba, rumba, rumba.
حاسة كأنه عم ترجع تعيش مع الموسيقى. لا أيام حلوة مضبوط هيك رجعني لورا هيك وقت عملتها الفنية. هلا فكرت استاذ باسم ترجع تعيد كمان هالمعزوفات غير حبيبي عيني اللي حضرتها؟ هلا هيدي المعزوفة هي منع الحانة إعدادي. نعم. طلبت مني لأنه كان وقت المنتج شركة بداويس هون. نعم. ما هي بقول رمبا بقول بداويس. صح. رابطه هو اللي بغنيها قديما، هو طلب مني إذا فيني جددها. نعم. جددتها وكسرت الدنيا. عرفت كيف؟ هاي من الأغاني اللي أنا وزعتها ورجعت مشيت كتير، فهمت كيف؟ نعم. يعني في إشياء كتير بالسيديات تبعي شغلي ألحاني في منهم توزيعي إعدادي يعني جديد يعني عملتهم. أي أصعب؟ هيدي منهم توزيع أو تلحين أي أصعب وقد أي بده مجهود أكتر؟ لك صراحة الاثنين، قبل كان الألحان، هلأ لأنه صرنا عصر التوزيع صار الملحن بيعمل الميلودي بلحنها بيعطيها الموزع، الموزع بيرجع بيحطها هيك مثل انه برواز كادر حلو كذا بحطها بطريقه، الاثنين بدهم مجهود صراحه بيكملوا بعض. هلا قبل كان ملحن بس لحاله يلحن يحط الجمال ويمشي الحال، هلا الاثنين بيكملوا بعض. نعم صح. كيف ابو وديع؟ ابو وديع منيح الحمد لله وسلطان الطرب وما فينا نقول أكثر من هيك يعني هالكلمتين بس يعني هيدا هو. بدي أقول للمستمعين والمشاهدين طرحت هيدا السؤال لأنه أستاذ باسم يزبك بفرقة سلطان الطرب جورج والسوف وبذات الوقت بتجمعك صداقة حلوة، احكينا لو سمحت عن آخر كم حفلة بدءا من جرش لآخر حفلة يلي كانت من أسبوع، كيف بيكون التعاون معه؟ كيف بتنسقه؟ كيف بيكون السفر؟ احكي لنا عن النجاح والوقوف أمام جمهور عربي بيشبه وقوف على مسرح لبنان بلبنان. الجمهور بلبنان وبرا هو جمهور سلطان الطرب له نكهة خاصة يعني. نعم. بتشوفي مطربين كتير وكذا بس يطلع أبو وديع الجمهور ما عارف شو بيصير له بخويت وأبو وديع طق 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 أبو يعني كان بلبنان كان بجدة كان بالرياض كان بالأردن كان بتونس كان جمهوره خاص وفعلا لأنه هو مطرب لا يتكرر مثل بيقولوا يعني هاي الكلمة صارت تنقال عنه كتير فعلا لا يتكرر عشان هيك جمهور سبيسيال هو. وأكيد بس نسافر أكيد بنحضر يعني نقعد معه كذا وبنعمل بروفات وبنقي بنقي أغاني بده يغير بده يعمل كذا إنه عطول عطول إنه بينتبه لشغله عطول عطول وبس يطلع على المسرح خلص بصير ملكه بصير المسرح ملكه والجمهور كله هيك يعني بصير هو مثل إنه مسيطر على الوضع. نعم. وأبو وديع يعني شو نحكي قد ما نحكي عنه ما في كل العالم تعشقه وما في ما عنده حل وسط يعني يا بنروح بالدم نفديك يا اما ما في ما عندهم حل وسط يعني اللي بيحبه بيحبه خلص وجمهور كبير كتير يعني انا اللي بشوفه مش معقول. قلت حتى لهلا وحفلات بتحضروا وبتعملوا بروفات هل بترتجل لاوقات يعني بتظهر برات البروجرام محضر شو عملتوا بروفات بيرتجل استاذ باسم يزبك على المسرح؟ أنا مش قصد بيرتجل هو اللي بيرتجل يعني هو كل يوم زلعين عنه هيك وهيك وهيك وساعتها أنا مجبور كون وراء بالريتم ساعتها أنا برتجل معه يعني ما أنه هو بيرتجل أنا وراء يعني وما يروح أنا وراء بقى نرتجل تلحقه حسب الريتم أو حسب أكيد إيه أكيد حسب وين بده أكيد بيلحقه أكيد ما الموسيقية الفرقة بكونوا وراء المطرب. نعم. هلأ المطرب بلا الفرقة انه الفرقه كمان تدعمه وهو كمان انه بده يلحقوا يعني الفرقه بدها تلحق المطرب شو بده شو بده يغني شو بده يعمل عشان هيك بنضل مفوكسين عليه يعني واكيد هو مثل بيقولوا ملك مرتجل ولا مره طلع غنى الغنية مثل السي دي يعني عرفت كيف بغنيها احلى وبيغير فيها وكل مره بغنيها هي ذاتها بس كل مره احلى وكل مره بفوت من هون بيطلع من هون يعني هذا هو هون الجميل بيصير في تناغم بين ايه هون ايه تناغم وضل الفرقة في تناغم معه تعودوا عليه. نعم. وين كنتوا بآخر حفلة بدبي؟ لا هلا من ست ايام كنا بجدة. نعم.
وحكينا عن الحفلة، حكينا عن الجمهور الموجود، هل كان في نسبة كبيرة من اللبنانية أو كانوا فقط من جدة يعني أهالي جدة؟ أكيد لا، هو هلأ عن جديد فات على الجمهور الخليجي على السعودية. نعم. من قبل ما كان كتير عنده سفرات على السعودية. صحيح. وهلأ جديد فوتوا على السعودية. بالعكس الجمهور السعودي أثبت أنه فعلا أنه مشتاق لسلطان طرب، لأنه اللي شفناه بهالحفلة بكل ما يعني صرنا رايحين يمكن شي مرتين ثلاثة على السعودية. نعم. الرياض، جدة، هاي جدة تاني مرة خلال سنة تقريبا. فعلا يعني مجرد ما يقول هيك نطت العالم، نطت العالم وبلش يصرخ. يعني فعلا جمهور مش طبيعي، ولأنه مطرب بغير شكل، يعني جمهور شجع، يعني زويق، جمهور السعودي زويق. اسمع مسمى سلطان الطرب، تحياتنا له، لو سمحت من أسرة الإذاعة وصلنا سلام وتحياتنا له، وإن شاء الله بس نوجد بحفلات ونغطي هيك حصريا لإذاعتنا، ليش لا. أستاذ باسم يزبك، يعني وقوف على المسرح نوعا ما في رهبة، خاصة إذا كان مسرح أو خلنا نقول جمهور جرش قدي بيكون عددهم كبير، هل بعدك بتحس برهبة قبل ما تبدأ، أو مع مرور الوقت والسنة والخبرة انتهت هالرهبة وصار في ثقة بالذات أكتر؟ هلا الثقة بالذات أكتر إيه، بس الرهبة موجودة على طول، كان نحنا وكان المطرب. إذا المطرب ما حس بالرهبة يكون خلص ما عنده إحساس، يعني دائما الرهبة موجودة دائما. عرفتي كيف؟ الثقة والخبرة أكيد تتطور وكل شيء، بس الرهبة مش معقولة تروح وتشوف في جمهور يعني كذا ألف نسمة قاعد بوجهك، مش معقولة ما هيك تطلع هيك كأنه ما في حدا، غير موضوع يعني. خاصة إن أنا ذكرت جرش لأنه معروف قدي بيكون عدد هيك. جرش بيبو وتيروح السلطان طرب بتلاقيهم معرفشين على الحيطان وعلى الشجر، في شجر برا وعطين على الشجر ماشي مفول. تيري يجيك تتقوصي بينزل ناس. طالما عم نحكي عن سلطان الطرب جورج والسوف وبتجمعك صداقة، هل سبب الصداقة كان الوالد الله يرحمه؟ أكيد هو أساس الصداقة، هو أبو وديع أول ما إجا على لبنان، يعني إجا عنا على البيت وعند بيي، يعني وأخذ أغاني من بيي، أول أغاني خاصة من الله يرحمه بيي، وكان في صداقة هو بيي، كان يحبه كثير لبيي، وبيي كان مش يحبه يموت فيه، عرفتي كيف؟ أكثر. ودايما بتقول هو الوحيد يلي واقف حد الوالد بوقت مرض، وبعدك بتعيد هالجملة؟ بعيدة إذا سؤلت بعيدة بكررها، لأنه فعلا قدي بي عمل مع مضربين كتير وله فضل يعني مع مضربين كتير، بس هو الوحيد أبو وديع اللي ضل يسأل عن بي إن كان معنويا ولا ماديا. أستاذ ما في صداقات هالأيام صداقات فنية؟ قليل، ما بتكر قليل يعني، في غيرة فنية غيرة فنية، بس صداقات فنية تكون بفكر بحسها تمثيل أكثر بمجالك أقل من مجال الغناء، ولا هو زيته؟ أنا صراحة أنا لقلي شغلة، أنا من أنا وصغير فنان وبجو الفن، نفس الوقت مني فنان، مواطن عادي مني بالفن، يعني أنا بخلي الشغلة بيجي على بيتي، ما بفوت بقصص الفن وسهرات الفنانين وكذا، ما كتير بفوت يعني، مش إنه لأنه غلط، بس إنه أنا هيك طبيعتي، عشان هيك ما كتير إنه أصحابي كتير كلهم بيحترمون الموسيقية، بيحترمون أنا وسلامات وهيك، بس ما عندي هالصداقات يعني اللي هي، عرفتي كيف؟ كل ما كترة الصداقة يمكن كل ما بتكبر المشاكل، بنبقى المشاكل صح كمان نتجنب المشاكل. بس أنا بحترم الكل، والكل بيقدرني وبيحترمني، وأنا كمان بحترمهم كلهم يعني، كل الناس يعني. نعم. اللي بيسأل عني بيسأل عنه كمان أكيد. بالآخر بدق الباب أهلا وسهلا منقل له، يلي ما بدق الباب أكيد أكيد الله يكون معه دايما. أستاذ باسم، شو رأيك بتكريم بعض الفنانين من بعد رحيلهم من هالدنيا؟ يعني منعرف من الوالد الله يرحمه أستاذ جورج يزبك يلي ما أخذ حقه، كان في تقصير معنوي بحقه، شو رأيك بهالتكريم بيصير من بعد رحيلهم يلي والدك كمان منهم؟ خلينا نحكي هالموضوع لو سمحت. أكيد الله يرحمه بي كثير في أنا بعرف تعتيم، أو ما بدي أقول أنه محاربة، لا ما بحب أحكي هيك، بس أنه في تقصير إعلاميا وحتى تكريم، يعني أنا وتتوفى بي
قالوا لي انه حيتكرم ما تكرم عيام وده توفى 2006 طبعا بين كي رئيس الجمهورية عزيز يجيبوا له وسام ووسام حكي كلهم وعدوا ما اجوا انا ما طلبت طبعا بس كلهم وعدوا ما اجوا وحتى من شي كم سنة يعني اول ما طلع جنرال عون رئيس الجمهورية سابق كان في برنامج بالاو تي في دعينا عليه انا ومايا تكريما ل الله يرحمه في الموهبة الملحن والله يرحمه بي يعني كان في تكريم لسابت انه انا ومايا رحنا مشان الفقرة تبعيت جورج يازبي وكانت حلوة وغنينا اغنية وحكينا عنه هيك بس من بعدها بشي جمعة زمان بيحكوني اللي عملوا البروغرام اللي مؤدين البرنامج يعني المسؤولين عن البرنامج حكيوا التليفون معي وقالوا لي انه الحلقة انحضرته وحضرها رئيس عون وقال رئيس عون لأنه حكينا نحن أنه بتكرم بي ومدري شو قالوا لي أنه انتظر تليفون أنه رئيس عون بده يكرم بيك تطلع لهونيك على القصر مشان يكرم بيك أنت انبسطت أنا قالوا لي ما تخبر حدا ما خبرت حدا بعدني لهلأ ناطير وما خبرت حدا عم خبرك اللي هلأ وانسي ما في شي صار رح تنطر كتير لأنه للأسف لا قلت لك رئيسنا وعد كتير خلص وبعدين ناطر وما ناطر مش أنه ناطر أنه بيقولي لا خلص ناطر هيك بس أنه مثل أنه نكتة يعني رئيس بلدنا وعد كتير بس موفي بوعد ايه للأسف يمكن أنا أجيني تليفون من المعدين البرنامج الأو تي في نعم الأو تي في قال أنه حيجيك تليفون الرئيس بيكرم بيك منين وعراسي وهي كانت ما عاد صار شيء وبعد شو بتلفن انا احكيهم وينو بدي كرموني لبي خلص شو بدنا نعمل للاسف قبل ما ننتقل لموضوع شيء كتير وكتار ما بيعرفوا خلينا نرجع نسمع معزوفه لو سمحت جميل وبنرجع منكمل اوكي هيدي المعزوفة تحديداً أي سنة كانت؟ هيدي بفتكر بالـ94 هيك بهالفترة هاي بعد لغاية اليوم عنا عطش نسمعها هل قد نشخ هل قد التيرتي ما بعرف بسمي. غريب بعد بالأعراس بعد صح بس بدي أذكر شغلة فضل. بدي أذكر شغلة بدي أقعد تحية لابن عمي ربيع يزلك عايش بكندا ابن عمي هيدي الغنية سجلها شخصين أنا وابن عمي بالستوديو جو نعم ابن عمي ما كان يعزف أورج بيعزف فيولون هو نعم شاطر يعني كتير وهيك بحب الأورج وطرحنا لنسجل كان عنده أورجيات جو بالستوديو صار يدق عليهم كان أول مرة بدي أورج سجل الجيتار بيس والجيتارات وحاطت المزمار على الأورج كل شي هذا يعني هو ساعدني فيها كتير ربيع بالعزف وكل شي باباجي تحية بس لقاله وبكندا إذا عم يسمع تحيتنا وجو بارجيان الثالث المهندس الصوت بس هي ثلاث نحنا بعده بيعزف ابن عمك؟ ايه بيعزف هلا بيعزف فيولون بيعزف أورج كمان هلا دعوة خاصة على ربيع يزبي ان شاء الله يكون ضيفنا قريبا تحية أسرة الإذاعة لقاله ايه إذا بدنا نكمل قبل ما كمل فوت بموضوع التاني هيدا أغنية هي سعدية ولكن كتير صار في قالوا إلا بعد ما طرحتها بعد فترة قالوا بتشبه أغنية ليدي مادونا قالوا كأنها قريبة منها يعني صار في كتير لغط بالحديث شو بتقول لي اللي كتبوا هيك بعد الإعلاميين ما بعرف تشبه أي غنية ما فهمت إنه سعيدية ولا ليدي مادونا سعيدة. نعم مادونا لا
سعيد هي ولا غير ريتم غير سرعة غير موضوع. لا ما في ما خاصة ببعض أبدا أبدا. غنية مادونا هي بيور يعني مصرية. نعم. ملحن فاروق سلامة بفتكره كلام شعر مصري غنية. بس أنا اللي عملته غير موضوع يعني لا ما دخل. ما هو الصعيدة صعيدة. اللكنة الصعيدية صعيدية بشكل ما واحد عمل غنية صعيدية بيشمعوا بعض ما دخل. للأسف. أرنيهم ببعض إذا بدك سمعيون غير موضوع. أنا بعرف ولكن حبيت يسمعوا منك لأنه بعض الصحفيين بيحبوا يكتبوا مجرد يكتبوا مش أكثر من هيك. لا يمكن لأنه هي يا صعيدي يا ولا يا صعيدي أنا هي الصعيدي وعقلي عار يمكن كلمة الصعيدي إنه سابت إنه أخذوها هون يمكن. نعم. بس لا أنا بعتبر ما في كل واحد شكل يعني. طبعا غنية مادونا كمان كسرت الدنيا وصوتها مادونا وقتها مادونا المطرب الاستعراضية ملكة الاستعراض يعني مختلفة كلية غير موضوع. شكرا للتوضيح لكل يلي كان عنده أسئلة من هالنوع طرحوا هيدا السؤال تحت الهواء بعتولنا على رقم الإذاعة وحبوا يعرفوا شو الفرق بين هالأغنيتين وحصلتوا على الجواب. إذا بدي أنت كليا لغير موضوع يعني أستاذ باسم يزبك غير أنه فنان ومبدع بيملك أيضا شكل جميل يعني فينا نشوفك بدراما لبنانية. صحيح أنه صديقك الكاتب اللبناني توني شمعون عرض عليك المشاركة بالتمثيل؟ أخي يا توني يا حبيبي يا توني أول شيء شي من عزي من عزي بوفاة خيو بيير ممثل الراحل ديعانو. نعم. توني أصحاب أنا وياه في فترة وتكين بكتب مسلسلات كنت أنا وياه كنا نعمل سبور بالصيف نمشي هيك نعمل رياضة كان يخبرني عن المسلسلات وسان ياخذ برايي اوقات محلات كذا عرض علي قال لي مشي عمول كاستي وانت يعني انه شكلك وهيك بتاخذ بطولات وكذا مثل في يوم يقول لي قال له ايه وايه وانا من نوع بستحي كثير ما وقال لي مره اعطاني دور قال لي شوف هالدور بعطيك هذا الدور تاع مثل كذا ما اقتنعت بالموضوع وفي فتره كمان قال لي بدي استعمل اسمك بمسلسل رصيف الغرباء طلع ايه استعمل اسم الدكتور باسم يزبك ومعلومة تانية ما بيعرفوا الناس البطلة لارا مرتي بس. نعم. لارا من بيت أبو جودة ما في يكتب كمان لارا أبو جودة ساعتها بينت أشكرة يعني بعد كتب لارا بس إنه نعم. يعني لارا في كتير يعني عشان هيك بس توني صديق غالي وفنان كتير وعنده وموهوب بس يكتب يعني بضلك بتحضري مسلسلاته بضلك مشوقه شو بيصير على طول عنده هالقصص هيدي يعني. نعم. انا بيعجبني كتير طريقه كتابته للمسلسلات. ليه ما اقتنعت باسم ليه ما اقتنعت هلا انك خجول امام الكاميرا او في كتير خجول امام الكاميرا صح وبخاف انتقد حالي انه هون الصناعه مبين من طبيعي ما انا كتير هيك عندي نظره هيك ما خفت ما أسقط يعني هيك إنه ما تزبط معي من بعد سنوات من الشهرة ووقف على المسرح ما يكون في نقطة غلط أو يكون في فراغ محل معين يقوله بعدين باسم يزبك ما نجح بالتمثيل خلينا بعدين التمثيل بده دراسة بده شوية إنه مش إنه إذا واحسن شكله حلو يمكن ما يطلع ما حلو بالتمثيل ما يقدر. نعم. خفت من الخطوة يعني صراحة. نعم. ما أنه شجعني كثير هو. نعم. تقريبا عم نتخطى وقت البرنامج الحديث معك ممتع كتير بس بعد عندي بدي أسأل مين حدا من بنتك أو ابنك أخدين منك أو من جدهم أو من عمتهم هل في عندهم هواية العزف والموسيقى؟ صراحة لا يعني عندهم دينة يعني بيعرفوا الصح من الغلط بالأغاني بس ما فاتوا هالاتجاه ولا انا قلت لهم فوتوا ولا شيء. انا لو كان عندهم شيء كنت شجعتهم شوي انه مثل انه هوايه يعني اكثر مش اكثر يعني بس ما عندهم هالشيء. ما شجعتهم او هن ما حبوا؟ لا هن عندهم يعني شوي بالفن يعني المين بس انه شيء بسيط يعني ما حبيت انا اقول لهم اعملوا فن لو هن بحبوا شكلهم شجعتهم شوي بس ما عندهم هالالمام يعني.
حتى لو شوي ما أخر، مبروك تخرج بنتك، يعني تخرجت من المدرسة أكيد وأنه ناوي تكمل بالجامعة، إن شاء الله شهادات أعلى من هيك يا رب، الله يخلي لك ياهن إن شاء الله. أستاذ باسم يزبك، الحديث ممتع جدا معك، بدي أعرف من حضرتك قريبا شو عم بتحضر، شي جديد إن كان حفلات، وين رح تكون موجود مع مين، وإذا في معزوفات جديدة عم بتفكر، أو إذا في أي تجديد لعمل من أعمالك، ثم باخد من الكلمة الختامية، تفضل. هلأ في عنا بأبروس بلساز هذا شهر 16، نعم، حفلة مع سلطان طراب، وشهر اللي بعده عنا بالأردن كمان حفلة كمان. هلأ بالنسبة لوديع، ايه مع أبو وديع طبعا، نعم. بالنسبة للأغاني اللي عم جددها، أنا جددت حبيبي عيني، وجددت حلاوة، وجددت موسيقى مثل ميكس لأم كلثوم، هي هيدي اللي عم بعمله، قلت لك الموضوع اللي بدي احتفظ فيه انا استغله برجع بنزله، هدول عم بحضرهم انا، جاهدين صاروا هولي معزوفات وحلاوة وحبيبي عيني، هولي جديد انه بخليهم لوقت له وقت يعني بينزلوا ساعتها طبعا بينزلوا، بس انه هولي محضرهم. إن شاء الله موفق بكل أعمالك وبالحفلات يلي رح تكون موجود مع سلطان الطرب جورج والصوف. إذا رح أطلب من حضرتك تختم هاللقاء برسالتين، الأولى للجيل الجديد يلي حابب يعزف طبلة وحابب يخوض هالتجربة، شو نصيحتك، شو بتقلن؟ والرسالة الثانية يلي دايما بطلبها من ضيوفي للبنان الحبيب يلي موجوع وحزين كتير بعد مرة، ضابط الإيقاع الشهير نجم والموسيقي أستاذ باسم يزبك، أهلا وسهلا فيك ببرنامجي وعبر إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز، تفضل الكلمة الختامية لحضرتك. Thank you. بالنسبة للجيل اللي عم بيتعلم الطبلة وهيك، أكيد بشجعهم إذا عندهم الموهبة، لأنه الموهبة أهم من إنه تتعلم الطبلة. إذا ما عندك موهبة شو بدك بهالشغلة؟ عرفت كيف؟ لأن أنا يعني عندي موهبة وحس وإلمام، عرفت كيف؟ ونشأت معي وكبرت معي، وبقول لهم إنه مش المهم انه التكنيك، هلا تغير تكنيك الطبلة كتير، انه مهم عندك تكنيك، مهم عندك الحس، الحس اهم من التكنيك، اوكي. وبشجعهم، وفي كتير هلا طالعين شباب وغير شكل، وبشجع الكل وان شاء الله مستقبل قدامهم. نعم. وبالنسبه للبنان وطن الجريح، يعني شو بدي اقول لك، شو بدي اقول لك، يعني ما في شيء عبره، يعني كل العالم عارف شو نحن، يعني حرام 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 اللي عم يصير بلبنان، ما بعرف ليه، ما بعرف ليه، ما بعرف حق عمين، حق على الشعب، حق على الزعمة، بالنسبة لي حق على اثنين، لأن هيك شعب هيك بيطلع هيك زعمة، ولو ما في شعب ما في زعمة، انتو بتطلعون انتو بتنزلون، بس للأسف بالأسف، بس شو بدي اقول لك، يعني ما بديش كلام بشع يطلع، ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يكون عندنا أمل، ان شاء الله يا رب هلأ سنة الجاي اللي بعدها يرجع يطلع لبنان من الجورة اللي احنا فيها، وحرام لبنان أكيد. وبشكركم كتير، بشكر الإزاعة، وبشكرك، بشكر المخرج وكل القيمين على الإزاعة الحلوة، وبهنيكي بهنيكي على على سقافتك الفنية وطريقة طرحك الأسئلة، كلك ذوق ولطف. شكرا استاذ باسم يزبك، كلام جميل كتير، وشكرا لرسالتك يلي كانت معبره لوطننا الجريح، وشكرا للنصيحه يلي وجهتها لجيل الجديد يلي بحب يخوض تجربه العزف على الطبله، ونحن ناطرين كل جديدك، وعلى امل يحق لنا نحصل على الاغنيه او المعزوفه الجديده يلي حضرتك وزعتها، ونمرقها بكل سرور. بعد مره اهلا وسهلا ضابط الإيقاع والموسيقى استاذ باسم يزبك، يا هلا. Thank you. Thank you. أهلا فيكم. يا هلا. باي باي. ساعة 12 ودقيقتين ظهر باستديوهات إذاعة النجوم اللبنانية راديو ستارز بلوس أنجلوس كاليفورنيا،
مع هاللقاء الشيق والممتع مع أستاذ باسم يزبك بنهي حلقتي ليوم الخميس 7 تموز 2022. برجع بكون معكم الخميس المقبل مع حلقة جديدة وضيف جديد. تابعوا إعلاناتنا على يوتيوب شانل راديو ستارز، ومثل ما عم تشوفوا راديو ستارز بالآخر بالحرف الزي، تسجلوا مجانا لتعرفوا كل جديدنا. تابعونا على radiostars.com، سمعونا وشاهدونا على صفحة راديو ستارز على الفيسبوك. شكراً أستاذ باسم يزبك لهالمقابلة الحلوة والأجوبة الصريحة. Thank you مخرج البرنامج ومهندس الصوت جميل مدور. أما نجوم كافي من إعدادي وتقديمي أنا ستيسي أفيديكيان أرابيان. لأرجع أكون معكم الأسبوع المقبل، إلكن مني أحر التحيات وأصدق الأمنيات. تشاو. في نجوم كتير بالسماء، وكمان في نجوم كتير على الأرض. نجوم الأرض من كل العالم كلهم مجموعين بإذاعة النجوم راديو ستارز من لوس أنجلوس كاليفورنيا.